حاجة باهية وحاجة ممتازة في مسيرة اللاعب قبل توجيه الدعوة للقائمة متاع المنتخب التونسي. حق الملاعبي لازم نحكيه عليه، الملاعبي يلعب 90 دقيقة ويساهم في فوز الفريق 4-2، حاجة باهية. وتطمن الناخب الوطني جليل القادري، نلقاو الجماهير التونسية تتسائل وينو حنا بعل بعد البيرفورمانس الكبيرة اللي عملها في الماتشوات الاخرانية. عسلامة ومرحبا بكم، رجعنا لكم باش نحكيو على اخر اخبار ملاعبيتنا خارج حدود الوطن. قبل ما نبدا نحب نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا، ميرسي بوكو على التفاعلات نتاعكم، حاجه ما تخلينا كنزيد نخدموا اكثر. والوبجكتيف نتاعنا نوصلوا ل 10000 مشترك قبل نهايه كاس العالم. ما نصورش الحاجه هذه صعيبه على التوانسه. قبل ما نبداو نحكيو على ملاعبيتنا خارج حدود الوطن، باش نحكيو على المنتخب التونسي. كما نعرفوا الناس الكل كثر الكلام على امكانيه ملاقات المنتخب الكولومبي. علاش نقول امكانيه؟ على خاطر مازال ما فماش خبر رسمي من الجامعه التونسيه لكره القدم، ما فماش تاكيد او نفي للخبر هذايا، لكن بنسبه 99% المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الكولومبي كما تحدثنا يوم 14 نوفمبر ان شاء الله باش يكون في الامارات. كيف زاد في سياق الكلام هذايا باش نحكيو على امكانيه كبيره على ملاقات المنتخب الايراني، وهذا طلب من المنتخب الايراني في حد ذاته. اليوم نائب الرئيس للجامعه الايرانيه تحدث على امكانيه ملاقات المنتخب التونسي، لكن السؤال اللي يطرح نفسه وقتاش المنتخب التونسي باش يواجه المنتخب الايراني؟ التحاق لاعبينا الدوليين باوروبا باش يكون ان شاء الله في 13 نوفمبر. كما نعرفوا زادة كيف توقف نشاط البطولة اللي باش يكون يوم 6 تقريبا، يوم 6 نوفمبر. كما نعرفوا الملاعبين المحليين، ما عندناش برشا لاعبين محليين يلعبوا في المنتخب التونسي، لكن الحاجة اللي نجموا نحكيوا عليها انه الليستة باش تكون موسعة، معناها قائمة المنتخب التونسي فما كلام على إمكانية باش تلقى 40 ملاعبي، فما اللي يقول فما ليستة فيها 37، لكن باش تكون الليستة موسعة. علاش نحكيو على ليستة موسعة؟ على خاطر باش يزيد يشوف آخر استعدادات الملاعبية. كيف زادة بما انه الملاعبية المحترفين في اوروبا ما هماش باش يتمكنوا بالالتحاق بالمنتخب الا بعد 13 نوفمبر، معناها حتى بداية الترابس اللي باش يكون يوم 6 نوفمبر يستحق ملاعبية باش تكون ليستة موسعة، ومن بعد يتم الاستغناء على الملاعبية ويحدد القائمة النهائية اللي باش تشارك في المونديال. ان شاء الله حظ موفق للمنتخب التونسي. باش نرجعوا توا نحكيو على ملاعبيتنا خارج حدود الوطن، لكن قبل ما نبداو ما تنساش تشترك في القناة وتنزل لايك وتنزل عنا قوس باش اول فيديو جديد يهبط وسلك تفرج عليه. ملاعبي مازلنا كيف تحدثنا عليه، ملاعبي تحدثنا على القيمة الفنية متاعو، تحدثنا على قيمة المدرب لما يوظف الملاعبي بالطريقة الصحيحة. يصنع من ملاعبي عادي ينجم يعطي باس والا سونتراج والا كروس باش صاحبه يماركي، الى ملاعبي هداف وملاعبي من تينة الكبار. نحكيو على محمد دراجر اللي تمكن من تسجيل الهدف الثالث ليه في زوز مباريات الاخرانيه. 48 ساعة خليت دراجر يسجل 3 اهداف. كيفاش كان الملاعبي هذا قبل 48 ساعة؟ كيفاش كانت البوست نتاعو يلعب في مركز ظهير يمين وقت اللي تبدل البوست نتاعو ولا يلعب لاعب جناح؟ شفنا الملاعبي قاعد يماركي ويسجل، وكان سجل الهدف الثاني للفريق، الهدف الثاني اللي تمكن فريقه باش يفوز. الهدف جاء في دقيقة 69، وهوني نحكيو على البرفورمانس الكبيرة للملاعبي هذا، نحكيو على الثقة اللي منحيله المدرب من خلال انه لعب المقابلة الفايتة وكان في المستوى وسجل زوز اهداف. كيف زاد يكمل في الكونفيرماسيون بالمقابلة متاع اليوم ويعدي مقابلة ممتازة وممتازة جدا، حاجة باهية وحاجة ممتازة في مسيرة اللاعب قبل توجيه الدعوة للقائمة متاع المنتخب التونسي. هوني نلقاو محمد دراجر بالعلامة الكاملة باش يكون متواجد ان شاء الله في القائمة الموسعة للمنتخب التونسي. وهكا كنا حكينا على ملاعبي دراجر اللي الخدمة تجيب وانك تتمم بالامكانيات متاعك، راهي حاجة باهية وحاجة تفرح. واذا كان نرجعوا باش نحكيو في المجمل انه حاجة باهية وفي صالح المنتخب التونسي، ملاعبيتنا خارج حدود الوطن يتألقوا ويوريوا اداء ممتاز وممتاز جدا. وديما نحكيو على الامتياز والممتاز، مش عادي نحكيو على ملاعبي اسمه تطرح برشا في الآونة الأخيرة، وبرشا وسائل الإعلام تحكي على ملاعبي هذا. ملاعبي يبلغ من العمر 33 سنة، نحكيو على مدافع محوري يلعب في الليغ دو في فرنسا سيام بن يوسف. ملاعبي ما يشك حتى واحد في القيمة الفنية نتاع ملاعبي هذا، لكن وجوده في المنتخب من عدم متاعو حاجة تقعد للناخب الوطني انه ينجم يشوف سيام بن يوسف يتماشى مع الخطة متاعو والا لا. انه سيام بن يوسف بالارقام قاعد يعمل فيها توا، فما ملاعبي خير منه ينجم يكون متواجد في القائمة الموسعة والا لا. لكن حق الملاعبي لازم نعطيوه، حق الملاعبي لازم نحكيو عليه،
اللي هو اليوم تمكن من تسجيل الهدف ضد سوشو وتحصل على تقييم 7.3. أداء ممتاز في محور الدفاع، صحيح الملاعبي هذايا مظهرش في الآونة الأخيرة وما كانش كلام عليه، لكن في الوقت الحالي قاعد يتألق ويقدم في أداء ممتاز. انقلنا الأمور كيف ما هي وما هيش تسويق للملاعبي هذا إنه نحبوه يكون متواجد وإلا لا، يقعد ديما الخيار الأول والأخراني. الجليل القادري يعرف أماه الملاعبي اللي يستحق دعوة وأماه الملاعبي اللي ما يستحقش. وديما نحكيه على الأمور الإيجابية، خبير مزيان يهم ملاعبيتنا خارج حدود الوطن. نحكيه على عيسى العيدوني اللي رجع بعد غياب 3 مقابلات على التشكيلة الأساسية وما لعبش مع الفريق، لكن اليوم يرجع ويلعب في الدوري المجري. الملاعبي يلعب 90 دقيقة ويساهم في فوز الفريق 4-2، حاجة باهية وتطمن الناخب الوطني جليل القادري اللي كان في كل مرة يتطمن على الملاعبي هذا وين وصلت حالته الصحية، يحب يتطمن على الملاعبي الكل بشكل عام باش ما يخليش حتى شيء للصدفة. وهكا نلقاو جليل القادري اتطمن على عيسى العيدوني بالتواجد نتاعو في التشكيلة الأساسية. مش تعديو طوى نحكيو على ملاعبي ونتسألو وينو ما هوش موجود في التشكيلة الأساسية. ملاعبي كان لعب 3 ماتشوات الأخرانية، ملاعبي كان في المباراة الأخرانية لعب 90 دقيقة، معناها أداء ممتاز وأداء مرضي. الناس الكل تحدثت على ملاعبي هذا. نحكيو على حنا بعل المجبري اللي جماهير بيرمنغهام سيتي تغنيت بالملاعبي، وحتى الصحافة الإنجليزية كانت تحكيت عليه، أشادت بالمجهود والأداء الممتاز للملاعبي، حاجة ما تخلي إنه حنا بعل كان يخدم على روحه. وكمتابعين للملاعبي هذا أكيد باش نستنيوه في المباراة الرابعة باش يكون موجود في التشكيلة الأساسية، لكن اليوم مرعنا عدم تواجد حنا بعل المجبري في التشكيلة الأساسية. تراح عديد النقاط والاستفهام هنية. نلقاو الجماهير التونسية تتسائل وينو حنا بعل بعد البرفورمانس الكبيرة اللي عملها في الماتشوات الأخرانية، بعد ما تلقى ملاعبي حاضر وتيتولر في 3 ماتشوات الأخرانيين لكن اليوم ما يتمش التعويل عليه، يدخل في دقيقة 61. أداء ممتاز كالعادة للملاعبي، كونفيرماسيون كبيرة، أداء متميز، اندفاع بدني، حضور بدني، حضور ذهني، كنا شاهدناه في برشا كرات كان يقطع الكور كيف كيف زاد يمول المهاجمين، فما انشينمون تخدم في وسط التيران. البداية كانت من حنا بعل انه عطاه الباس الاولانية، تحس فما انسجام كبير ما بين الملاعبية، حاجة باهية وحاجة تفرح الملاعبي هذا، لكن مازلنا ما جاوبناش على السؤال عدم تواجد حنا بعل في التشكيلة الأساسية. بعد المقابلة أكيد انتقادات وكلام للمدرب علاش ما هوش موجود. هوني نلقاو المدرب يجاوب اللي المجبري حسوا مرهق من 3 ماتشوات الأخرانية، خاصة أنه لعب 3 ماتشوات في 10 أيام. نعرفوا اللي الملاعبي كان ناقص نسق مقابلات، نعرفوا اللي الملاعبي ما كانش يشارك باستمرار، معناها 3 مقابلات في 10 أيام باش يأثروا فيه، وإذا كان باش يعاود يلعب المقابلة الرابعة وباش يكون أساسي أكيد زادة باش تأثر فيه برشا. هذيك علاش خير أنه باش يرتح الملاعبي، ما هيش اختيارات فنية. اليوم ما تمش التعويل على حنا بعل، لكن كان من الأحسن أنه الملاعبي ياخو قسط من الراحة. تخلف دقيقة 61 وأداء ممتاز كالعادة ومتميز. هكا كنا حكينا على آخر أخبار ملاعبيتنا خارج حدود الوطن. شكرا لكم على المشاهدة، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة، تصبحوا على خير الناس كل.